بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اعزائي الطلاب، ان شاء الله النهارده باذن الله هنبدا دروس الاونلاين. يا رب يكون ان شاء الله تكون سنه سعيده علينا كلنا، وباذن الله ختامها يكون مسك. قبل ما ابدا عايز يعني اقول لك شويه حاجات بسيطه، مش هطول عليك، بس حاجات تاخد بالك منها بشكل كبير جدا. اولا ارجوك ابدا السنه صح. انت دلوقتي قدامك الفرصه، قدامك الفرصه ان انت تبدا السنه كويس، لان احنا في بدايه السنه. يعني مثلا مش في المراجعه وتقول يا ريتني يا ريت اول السنه يرجع تاني عشان ابدا افوق. لا، الامور دلوقتي انت في ايدك ان شاء الله. فخد بالك من بعض النقاط. اولا انا هقولهم بسرعه. اولا توكل على الله سبحانه وتعالى. ابدا يعني السنه بتاعتك بالتوكل على الله. اول ما تخلي التوكل واليقين ده جواك الامور هتمشي كويسه جدا، وانت بتبذل اي مجهود هتبقى مطمئن نفسيا ان المجهود ده لا يمكن يضيع. سيبك من موضوع الظلم بقى، ان كتير الظلم ده كلام فاضي. حتى لو كان في ظلم ربنا ان شاء الله هيديهم حقهم، بس في الوقت المناسب ليهم، وهيعرفوا ده بعدين. اي واحد مخلص او مجتهد لازم ربنا هيعوضه بدل هذا الاجتهاد. ما ينفعش، لازم تكون مؤمن بالحته دي. ربنا ده اسمه ايه؟ اسمه العدل. يعني مفيش حاجه اسمها ان الانسان يتظلم وخلاص ينتهي الموضوع على كده، لا يمكن ابدا. فعشان كده اول نقطه تركز عليها هي التوكل على الله سبحانه وتعالى، والاطمئنان ان انت اي حاجه اي مجهود هتشتغله يعني باذن الله ربنا هيكرمك عشانه. دي رقم واحد. رقم اتنين، حافظ على انك تكون امين دايما. امين يعني ايه؟ امين يعني ما تغشش ولا تغشش حد. ابعد عن موضوع الغش تماما، لان موضوع الغش يا جماعه هو السبب في عدد كبير جدا من الاجيال الموجوده حاليا انها تضيع، لانها اعتمدت على الغش. للاسف الطلبه جايين لنا احنا من ابتدائي واعدادي، جايين لنا احنا في ثانوي، يعني الغش ده في دمهم. فعشان كده بنعاني جدا عشان نشيل المرض ده منهم. فللاسف في بعض الطلبه بتصمم عليه بشكل قوي جدا، وعامله ان هي كده بتضحك على المدرس بتاعها لما بتغش. لا طبعا مش بتضحك عليه، بتضحك على نفسها. فانت من الاول كده ابدا السنه قول ان شاء الله باذن الله السنه دي هبداها هكون امين جدا، لا هغش ولا هغشش حد. دي رقم اثنين. رقم ثلاثه ودي مهمه جدا، قلل اصحابك شويه. لازم تقلل اصحابك، ما ينفعش يبقى عندك اصحاب كتير جدا على النت وفي البلد وفي كل مكان، ما ينفعش. كل ما يكون عندك اصحاب هياخدوا من وقتك كتير جدا. اللي عنده مناسبه واللي عنده عيد ميلاد، واحد عنده عيد ميلاد النهارده، لا لازم افتح الواتس عشان ابعت له تهنئه برضه، يعني ينفع اسيبه يبقى عيد ميلاده؟ لازم افتح الواتس. وطبعا فتح الواتس لوحده ده بياخد ساعات. لما يكون عندك اصحاب كتير هتضطر كل ما تفتح الواتس مثلا او اي حاجه غير الواتس، حتى المسج اي وسيله اجتماعيه على النت، هتلاقي نفسك 50 واحد بعت لك رساله. الاوائل يتميزوا بان اصحابهم قليلين جدا ومختصرين وفي حالهم. فرقم ثلاثة عشان ما اطولش فيها، قلل اصحابك شوية. ما ينفعش يبقى عندك اصحاب كتير جدا. وكمان ما تبقاش ايه، ما تتعمقش في الصداقة قوي، ما تخليهمش يتعمقوا في حياتك. العدد القليل ده ما تخلوش يتعمق في حياتك ولا انت تتعمق في حياتهم. ابقى اتعمق في الكلية زي ما انت عايز، انما المرحلة اللي انت فيها دي مرحلة مهمة جدا. طيب دي رقم ثلاثة. رقم اربعة، يا ريت تكتب الكلام ده عشان مهم جدا. أربعة، لما تيجي تذاكر اقفل الموبايل خالص، اقفل الموبايل. ما ينفعش ان انت تبقى فاتح الموبايل والموبايل شغال، او على الاقل اي حد هيرن عليك تروح تشوف مين اللي هيرن عليك، شوف مين بعت رساله. كل ده ما ينفعش. عندك جزء لازم تخلصه، يبقى لازم تقفل الموبايل لحد ما يتخلص. ولو حصل ايه الموبايل ما يتفتحش الا لما الجزء اللي عليك يخلص. تمام، رقم أربعة. رقم خمسة هي المذاكره اول باول. ثق تماما، اول ما لما تذاكر اول باول في المراجعة هتبقى مستريح جدا جدا، وفرق كبير بينك وبين اللي كان بيراكم. وقلنا التراكم ده بيجي ازاي؟ التراكم ده مش مرة واحدة مثلا، مش الطالب بيقول لا ده انا ان شاء الله انا هراكم الاسبوع الجاي، ما بتجيش كده. هي بتيجي ان انت بتيجي لحظات معينة تبقى مزنوق فيها جدا، ويبقى عليك حاجات كتيرة جدا. هي اللحظة دي، القرار اللي هتاخده في اللحظة دي، هل انا هراكم النهاردة؟ ممكن تاخد قرار بان انا هراكم النهاردة وخلاص مش مشكلة. إذا خدت القرار ده هتضعف على طول. انما
في الوقت ده لازم تاخد قرار بانك طالما انت ماشي من اول السنه اول باول يبقى مش هراكم، هروح اذاكر اللي عليا مهما حصل، ولو هذاكر من هطبق اليوم كله الليله كلها ومش هنام. لان انت لو خدت قرار ضعيف في حياتك مره، القرار ده بيسحب قرارات تانية كتيرة جدا. تمام؟ رقم ستة لازم لو انت عايز تفلح وتكون من الاوائل لازم تسأل المدرس كتير جدا. وانا بقول لك اسألني في اي لحظة اي مدرس بيديك، سواء في السنتر او في الاونلاين، لازم تكون فاتح خط معاه او مع السكرتارية بتوعه، مش لازم هو بس، لازم تسأل. وفي السنتر لازم تسأل المدرس، حتى لو المدرس بيديك شوية، ما انت برضو لازم تكون ذكي في طريقه السؤال. لان في طالب اقول له ما بتسالش ليه مثلا، يقول لك اصل المدرس بيزعل. مفيش حاجه اسمها بيزعل، هو بياخد منك فلوس، بس انت ممكن تكون سالته بطريقه مختلفه. ممكن تبقى المدرس شغال شرح وانت مره واحده تقول له انا مش فاهم، يتعجد منك خالص. لا، لازم تيجي بالتدريج، يعني تساله تقول له ممكن تعيد الحته دي بطريقه حلوه، طب الحته دي تبقى كذا بطريقه كويسه. وكمان مش هو ومش وهو منفعل في الشرح ومركز في السنتر، تروح مره واحده تساله هيتعصب عليك. لازم تساله في وقت مناسب، وقت كده يستريح فيه، ياخد نفسه، قاعد على الكرسي وقال لك اكتب اللي على السبوره، في الوقت ده اساله. بعد الحصه جهز كده كام سؤال تكون مجهزهم في البيت. وخلي بالك لما تكون انت بتذاكر في البيت وتيجي حاجه مش فاهمها، اوعى تقول هسال فيها المدرس من غير ما تكتبها. لازم تكتبها، كتابتها مهمه جدا، لان انت وانت بتذاكرها بالليل معتقد ان خلاص مش هتنساها ابدا، ولكن غلط. طبعا الكلام ده غلط، لان هتيجي الصبح ممكن تنساها. عشان كده فعلا طلبة اوائل كتير جدا كانوا بيعملوا ايه، اجي الاقيهم في الحصه في اخر الحصه كده اي كتاب كده، يروح على الجلده في الكتاب، الجلده الكتاب، وكاتب صفحه كذا، يعني معلم على الاسئله ومعلم على الصفحه. صفحه 20 هسال فيها الماسيو، صفحه 50 هسال فيها الماسيو. لازم تعمل كده. طيب النصيحه اللي بعد كده، يكون معاك نوته. اي نصيحه نفسيه او نصيحه علميه ممكن يكون المدرس قالها كده على السريع، اكتبها. احنا في نظام كل حاجه فيه مهمه، خلي معاك كشكول الموضوع ده، كشكول الجزئيه دي لاي حاجه خارجيه، لكل المواد طبعا. اي حاجه المدرس يقولها اكتبها على طول. فاعتقد دي اهم النصائح المهمه جدا في الفتره دي اللي انت تركز عليها. الموضوع مش موضوع كميه مذاكره بس، على فكره في حاجه ثانيه برضو، الاستقرار النفسي والهدوء النفسي. ما تقعدش تفكر في غيرك كتير، فكر في نفسك بس. معلش النهارده صوت واطي شويه لان شغل السنتر بيتعبني جدا، ف يعني انا بعتذر، بس باذن الله يعني ان شاء الله المره الجايه باذن الله يكون صوتي اعلى من كده شويه. بس النهارده فعلا انا عارف ان صوتي واطي، بس هو ده اخر النهارده، لان فعلا شغل السنتر من الصبح لحد دلوقتي يبقى متعب جدا جدا يعني. طيب بالنسبه لشغلنا احنا في الفرنساوي بقى، ركز معايا، اقول لك على حاجه فرنساوي مهمه جدا. الفرنساوي زي ما احنا عارفين ماده مجموع حلوه جدا، ولكن اوعى تفكر ده ممكن الفرنساوي ده ناس تسقط فيه وناس تجيب في درجه مش حلوه، اللي هو ما يهتمش بيه من الاول، يجي في الاخر يبقى صعب عليه جدا. فعشان كده نصيحتي ليك، ذاكر من الاول كويس جدا، هتلاقي الفرنساوي في الاخر سهل جدا وان شاء الله تقفل فيه بسهوله، وتبقى انت عندك وقت على الاقل للمواد الثانيه اللي هي المواد بقى بتبقى صعبه ودرجتها للاسف مش حلوه. فعشان كده نصيحتي ليك، ارجوك ركز جدا في الفرنساوي من اول يوم. طب بالنسبه لي انا هعمل ايه؟ بالنسبه لنظام شغلي، نظام شغلي انا مش مستعجل ان انا استعجل، كده كده بخلص بدري جدا الحمد لله المنهج، وبنراجع وبنخلص مراجعة وبنعمل كمان كورس تاني. ولكن الجزء الفترة دي اللي احنا فيها دي فترة تأسيس مهمة جدا، لازم يعني اراجع الفرنساوي من اوله، من اوله خالص مهما كان مستواك. دي طبيعتي كده على فكرة، يعني لازم في الفترة دي اراجع الفرنساوي من اوله. ليه؟ لان في طلبة بتاخد في الاونلاين ما تكونش تكون اهملت في سنة اولى مثلا، اهملت قبل كده يعني. ممكن في طلبه نسيت، كانت ايوه كويسه بس نسيت من الاجازه، كل ده لازم اعمل حسابه. فعشان كده ببدا الفرنساوي يعني النهارده مثلا، حصه النهارده دي للمحددات فقط، المحددات. عارفين يعني ايه محددات؟ المحددات اللي هي لي ديترمينون،
دي ترمينو يعني المحددات. المحددات دول خمسة اللي هما أدوات المعرفة والنكرة. هقول هاتي ده من دي، أيوه هبدأ من دي، ده لازم، ده نظامي كده وإن شاء الله ما بغيروش أبدا. لازم أول مبدأ الشغل لازم أرجع القديم عشان تبقى على أساس سليم، ما يبقاش عندك حجة. لأن للأسف في بعض الطلبة يبقى عندهم حجة لأنهم عشان ما يذاكروش كده، يقولك عمي أنا كده كده إما كنتش بذاكر زمان فمش هستفيد فما يذاكرش. ما ينفعش، ما عندكش حجة، هبدأ معاك من الصفر. طيب ركز معايا، ليه دي ترمينو يعني المحددات؟ المحددات عندنا أول حاجة هما خمسة طبعا. أول حاجة عندنا في المحددات هي أكيد عارفين أدوات المعرفة. أدوات المعرفة اكتب على طول معايا، لازم تكتب، لازم يا ابني يكون معاك كشكول لا يقل عن 200 ورقة وتكتب معايا، تمام؟ أدوات المعرفة دي معناها ايه؟ ليزارتيكل ديفيني. ليزارتيكل يعني الادوات، ديفيني يعني المعرفه. ادوات المعرفه اربعه، افتكر معايا كده، ها، لو، لا، الابوستروف، لي. لو، لا، الابوستروف، لي، دي اسمها ادوات الايه؟ المعرفه. طيب ادوات المعرفه دي ايه الفرق بين الاربعه دول؟ لو تسبق المفرد المذكر، اكتب قدامها هنا كده، تسبق المفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن زي لو جارسون. لو جارسون يعني ايه؟ الولد. يبقى دي بتاعت المذكر، ركز. طيب لا، دي بتاعت المفرد المؤنث المبدوء بحرف ساكن زي لا في، البنت. اكتب قدامها تسبق المفرد المؤنث المبدوء بحرف بحرف ساكن. لو تسبق المفرد المذكر المبدوء بساكن، لا تسبق المفرد المذكر المبدوء بحرف متحرك. الا ابوستروف تسبق المفرد بنوعين، يعني مذكر او مؤنث المبدوء بحرف ايه؟ متحرك. طب تعالى نفتكر حروف متحركه كده، ا ا اي او اي، اجريج زائد الاش في معظم الحالات لما تكون حرف صامت، تمام. يبقى زي لامي الصديق، لامي الصديقه. يبقى ايه الابوستروف دي؟ بتاعه الحرف الايه؟ المتحرك. طيب ليه؟ دي للجمع بنوعين زي لي زامي الاصدقاء، زي لي جارسون الأولاد. دول أدوات المعرفة. خلصت من رقم واحد في المحددات. أنا عارف إن شاء الله كلكم عارفين الكلام ده، بس معلش نراجعه، احنا لسه في شهر 8، يعني قدامنا وقت كبير جدا، يبقى لازم نتأسس صح. حلو جدا، نروح بقى لرقم 2. يبقى خلصنا من أدوات المعرفة، نروح بعد كده رقم 2. رقم 2 إيه يا ترى؟ بعد أدوات المعرفة دايما في إيه؟ ها، أدوات النكرة. رقم 2 ليزارتيكل انديفيني يعني ادوات الايه؟ النكره. حلو جدا، ادوات النكره اكيد كلكم فاكرين. تعال نفتكر مع بعضنا، اول حاجه عندنا ا، تاني حاجه ان، تالت حاجه دي. ان دي، ايه الفرق بين الثلاثه؟ ا تسبق المفرد المذكر، مش مهم بقى هنا بدأ بساكن او متحرك، زي ان ليفر، ان امي، ان امي، ساكن او متحرك مش مشكله، المهم ان هو ايه؟ مذكر. طيب ان تسبق المفرد المؤنث زي ان تروس، مجلمه، ان امي صديقه، مؤنث اهو بادئ بساكن او متحرك مفيش مشكله. طيب دي تسبق الايه؟ الجمع بنوعيه، الجمع بنوعي زي دي جارسون، دي ليفر، دي تروس.
طبعا دي معناها اولاد كتب مجانا، يبقى دي اسمها ادوات الايه؟ ادوات النكره. حلو جدا. حلو، ايه المشكله لما نمشي بالراحه كده وبهدوء وخطوه خطوه؟ حلو، كل ده هيبقى عليه تمارين على فكره ان شاء الله الحصه الجايه، ركزوا فيها كويس. رقم ثلاثة ايه بقى؟ رقم ثلاثة هي ادوات الادغام. ادوات الادغام نوعين، ركزوا معايا كويس. اول نوع ونحتاجها كتير جدا السنة دي ان شاء الله. اول نوع هو حرف جر اللي هو معناه الى او في، زائد اداة المعرفة. ادوات المعرفه لسه واخدينها حالا، يبقى حرف جر لما يدخل على اداه المعرفه يبقى اسمه اداه ايه؟ ادغام. طب يا ترى شكلهم بيتغير ولا لا؟ احنا قلنا الآ لما يجي بعدها له بتاعت المفرد المذكر شكلها بيتغير بيبقى ايه؟ او. وآ لما يجي بعدها لا بتبقى لا. وآ بعدها الا ابوستروف بتبقى الا ابوستروف. وآ بعدها ليه بتبقى او. للايه؟ للجمع. يبقى هي دي اسمها ادوات الايه؟ الادغام. انا بسميها ايه في شغلي؟ هنحتاجها كده كتير، بسميها الاهات. ده المسمى بتاعها عشان واحنا شغالين كده لما اقول ادوات الادغام ممكن تبقى دي او النوع التاني لسه هدي حالا، عشان كده لما اقول الاهات تعرف ان هم دول. او اختصار يعني او تيجي قدام المفرد المذكر، الا بتاع المؤنث، الا بصرف للمتحرك، و افيك اكس بتاعت الجمع. طيب لما يكون عندنا النوع الثاني بقى ايه؟ النوع الثاني هو دو اللي هي معناها من او عن. لما ندخلها على اداه المعرفه برضو يحصل ايه؟ ادغام. دو لو بتبقى دي، برضو المفرد المذكر شكلها هيتغير زي هنا بالظبط. دو لو تبقى دي، دو لا زي ما هي، ودو الى بصرف زي ما هي، والدو ليه تبقى دي. دي برضو اسمها ادوات ادغام. وانا بسميها ايه بقى دي؟ ها؟ الدوهات. بسميها الدوهات. يبقى ادوات الادغام نوعين. النوع الاول هو ادخال حرف جر في المعرفه فيحصل ادغام. النوع الثاني ادخال حرف جر دو في اداه المعرفه ويحصل ادغام. دول بسميهم انا بسميهم الاهات، ودول بسميهم الايه؟ الدوهات. الفرق بينهم ايه بقى؟ فرق بينهم في المعنى. دي معناها الى او في، ودي معناها من او عن. فمثلا لما اقول لك جو في انا اذهب نقط ليسي، هوقف الشرح دقيقه واحده واقول ايه؟ اي سؤال انت مش فاهمه كلمني على الواتس على رقمي. اي حد في مصر انا مستعد اجاوب عليه، ممكن اقصى حاجه بس السؤال الاجابه تتاخر، ولكن مستعد، لان ده حقك عليا. انت بتدفع فلوس لازم تاخد حقك وتفهم كويس، فمعاك دايما في اي حاجه ان شاء الله. الرقم اكيد انتوا عارفينه اللي هو 0 100 49 47 216. جوفي، لا افرض انا في الاختيارات قلت لك دو ليسي و ليسي. انا اذهب، يبقى انا اذهب ايه؟ الى المدرسه، صح؟ دي معناها الى، مش معقول هناخد من، يبقى او ليسي. طب لو قلت انا جاي، يبقى جاي دو ليسي من المدرسه. حلو جدا. كده خلصنا من رقم ثلاثة اللي هي أدوات الإدغام. إحنا قلنا في خمس حاجات النهاردة، طب نرجع للثلاثة اللي خدناهم بسرعة. أحب أنا الريفيزيون، المراجعة اللي بحبها جدا. واحد، أدوات المعرفة. لو، لا، الأبوستروف، ليه. اثنين، أدوات النكرة. إين، دي. ثلاثة، أدوات الإدغام. نوعين، يا إما الأهات، أو، ألا، الأبوستروف، أو، أفيك، إكس. يا اما الدوهات اللي هما دي، دولا، دولا بصرف، دي. حلو جدا. نروح لرقم كام؟ أربعة. جربنا يا جماعة نخلص إن شاء الله، العملية سهلة. هما خمس حاجات بنراجعهم بس. وإن شاء الله الحصة الجاية بقى هناخد إيه يا ترى؟ الحصة الجاية هناخد تكوين الجملة الفرنسية، تخيل الجملة الفرنسية. يعني لو واحد في أولى ثانوي جنبك خليه يسمع، ده تأسيس أولى ثانوي. أربعة
هتبقى صفات الإشارة صفات الإشارة يعني لما يقول صفات الإشارة معناها ايه؟ معناها هذا هذه هؤلاء. عندنا صفات الإشارة أربعة يا جماعة so set set see. لو مش بتكتب الكلام اللي انا بقوله لك ده اللي انا بكتبه يبقى الدرس ملوش لازمه، اقفل وابعت شوف حسابك ايه وخلص حسابك، صفح حسابك ملوش لازمه. اما كنت هتكتب الكلام ده ملهاش لازمه، اكتب عندك الكلام ده عشان يثبت في دماغك. سو سيت سيت سي دي اسمها صفات اشاره. نمسك واحده واحده. اول حاجه، وطبعا دي جت في امتحان الثانويه العامه السنه اللي فاتت، السنه دي يعني الامتحان اللي فات بتاع الثانويه العامه. سو هنكتب قدامها ايه؟ اكتب قدامها تسبق المفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن. اقولها تاني، تسبق المفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن زي سو جارسون، يعني هذا الولد. يبقى دي معناها ايه؟ هذا هذا الولد سو جارسون هذا الولد. يبقى لو جبت نقط هنا كده اهو في التمارين، جبت نقط كده واديت لك الاختيارات الاربعه دول، دي مفرد مذكر مبدوء بساكن اهي، يبقى تاخد سو. طيب مال سيد دي بقى مذكر برضو، اكتب عندك تسبق المفرد المذكر المبدوء بحرف متحرك زي سيتامين هذا الصديق. مذكر اهو زي ده بس مبدوء بمتحرك، ومكتبنا متحرك من شويه، يبقى دي برضو معناها ايه؟ هذا. ثلاثة ست المؤنثة، ست المؤنثة معناها هذه، هقول ملحوظة بس يا جماعة، غير مصرح مش مسامح لأي حد يسمع. أنا عندي فيديوهات اليوتيوب مجاني تمام، ولكن ما بسامحش أي حد يسمع الفيديو ده لأي حد مش مشترك معايا، يعني دي اسمها خيانة أمانة. تعال استأذني وانا ان شاء الله باذن الله هوافق، يبقى خد تصريح مني الاول وباذن الله مش ممكن اعترض او لا، ده حريه شخصيه، ولكن انا مش هسامح اذا ما قلتليش. ست دي معناها هذه بقى، معناها ايه؟ هذه تسبق ايه بقى دي؟ اكتب عندك تسبق المفرد المؤنث المبدوء بساكن او متحرك. تاني تسبق المفرد المؤنث المبدوء بساكن او متحرك زي ست في هذه البنت، ست امي هذه الصديقه. بص دي مؤنث ودي مؤنث، اللي جاب في امتحان الثانويه العامه نقط اورلوج، تخيل ثالثه ثانوي اهو جاب في سنه اولى ثانوي، يعني جاب ست تراكميه وجاب الكلمه نفسها اللي هي اورلوج يعني ساعه حائط، كلمه من سنه اولى ثانوي. حلو جدا. امال دي بتاعت ايه بقى؟ دي تسبق الجمع بنوعيه، تسبق الجمع بنوعيه زي سيزامي هذا الصديق. هذه عفوا هؤلاء طبعا، ما هي جمع بقى هذا ازاي؟ ركز. هؤلاء كلامنا تسبق الجمع بنوعيه، سيزامي زي سيزيلاف هؤلاء التلاميذ، سيليفر هذه الايه؟ الكتب. بص اللي فيها اس دي الجمع، يبقى دي بتاعت الجمع، هي دي صفات الاشاره بمنتهى السهوله. طب يا ترى ايه التكه اللي موجوده في صفات الاشاره؟ يعني لما انا احب اصعب السؤال قوي، اصعب سؤال في صفات الاشاره ان انا اجيب كلمه تنفع مذكر ومؤنث من الكلمات القديمه، زي مثلا إلاف تلميذ، ما تنفع تلميذ وتلميذه، اكيد فاكرين كده من سنه اولى. يبقى تنفع تاخد دي او دي. ليه؟ لان هي مذكر مبدوء متحرك، يبقى لو معناها تلميذ تاخد دي، لو معناها تلميذ تاخد دي. اقول لك مثال اهو، نقط إلاف هتعرف منين بقى؟ من الصفه. لو قلت لك مثلا بل جميله جيده حلوه، ها بل. طب لو قلت بو يعني جيد جميل مذكر، ان كانت مؤنث كده يبقى ناخد ست المؤنث، يبقى نعرف الكلمه دي مذكر مؤنث منين؟ من الصفه. ان كانت مذكر يبقى ناخد سيت الايه؟ مذكر. كذلك كلمه كمرد تنفع مذكر مؤنث. طيب حد مثلا يقول لي يا ميسيو طب ما تكتب الكلمات دي،
طبعا انا مخلي لهم فكره مخصوص في التاسيس ده اللي احنا بناخده او في المراجعه دي، مجمع لك كل الكلمات القديمه اللي تنفع مذكر ومؤنث، ما تقلقش. طيب كده خلصنا من رقم كام؟ 4 اللي هي صفات الاشاره. نروح بقى لرقم كام؟ 5. 5 اللي هي ايه؟ 5. ودي اخر حاجه في المحددات يا جماعه ناخدها النهارده، هي صفات الملكيه. صفات الملكيه عايزه تركيز شويه عشان الجامعه هنركز عليه اكتر السنه دي، فعايزك تركز معايا وهديك طريقه للحل سهله ان شاء الله جدا. اولا اكتب الجدول ده معايا. فاكرين طبعا الضمائر دي؟ انا، انت، هو، هي، نحن، انتم، هم، وهن. وهنكتب هنا كده مفرد مذكر او مؤنث مبدوء بمتحرك. هنكتب هنا كده مفرد مذكر او مؤنث مبدوء بمتحرك. هنمسح دي وهنكتب هنا مفرد مؤنث، وهنا هنكتب جمع بنوعيه، ونكتب بقى الجدول بتاعنا مون ما مي تون تا تي سون سا سي نوتر notre nous votre votre vous leur 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 avec s. ركز معايا، دي صفات الملكيه. المذكر ده العمود ده بتاع المذكر او المؤنث اللي بدو متحرك، لان في ملحوظه بتقول المؤنث اذا بدا بحرف متحرك في الصفات الملكيه كانه مذكر بالظبط. يعني مثلا شفنا كلمه ايكول، دي ايكول يعني مدرسه، دي مؤنث مبدوء بمتحرك، يبقى كانها في الصفات الملكيه تعامل كمذكر بالظبط. حلو جدا. طيب ركزوا معايا بقى عشان نكتب هنا امثله، وخد بالك معايا كويس قوي في اللي هقوله. اولا قبل ما ابدا شرحها باذن الله هديك طريقه سهله تفهمها قوي، بس عايزك تركز معايا في خطوتين لازم تعملهم كويس. اذا ركزت فيهم صفات الملكيه هتبقى سهله بالنسبه لك جدا. اكتبهم عندك، نكتب اكتب كده ولسهوله حل صفات الملكيه، ولسهوله حل صفات الملكيه. 1 حفظ الجدول راسيا، يعني عمودي بشكل عمودي مش بشكل افقي. بمعنى شفت بعد اللغط المملوك مفرد مذكر، بتوع المملوك مفرد مذكر هما 6 دول. ايه هما 6 دول؟ مون تون سون نوتر فوتر لور. احفظهم كده بالظبط قبل ما اديك 80 دلوقتي. احفظ معايا، ها احفظ بشكل عمودي. ايه هو العمود الاول بتاع المذكر او المؤنث اللي متحرك؟ ردد معايا مون تون سون نوتر فوتر لور. حلو جدا. طيب العمود الثاني بتاع المفرد المؤنث اللي هو المبدوء بساكن، ما تا سا نوتر فوتر لور، احفظهم صم. العمود الثالث مي تي سي نو فو لور افيك اس، اوعى تحفظهم بشكل افقي كده، احفظ بشكل عمودي. يبقى دي رقم 1. طب رقم 2، رقم 2 المفتاح السحري بتاع الاجابه هي الكلمه اللي بعد النقط المملوك، يعني الكلمة اللي بعد النقط، يعني أول ما تجي لك جملة فيها صفات ملكية ركز على الكلمة اللي بعد النقط هي أساس الإجابة. عايزين ناخد أمثلة بقى. لما أقول لك مثلا، ناخد مثال سهل في الأول، أقول لك جو في أنا أذهب أ
نقط ليسي. عارفين ليسي مفرد مذكر. واديك الاختيارات، فمثلا اقول لك تا مون سي. ها سيبك من انت هتجاوب دلوقتي بسرعه، افهم معايا الطريقه اللي هتجاوب بيها. اولا هتكون حافظ الجدول العمودي، تاني حاجه هتبص على الكلمه اللي بعد النقط، الكلمه اللي بعد النقط لسي. سيبك من اول جيم دلوقتي، ركز على دي هي الاساس. اشمعنى المملوك هي هو الاساس؟ لان نظام الصفات الملكيه في الفرنساوي غير العربي والانجليزي. العربي والانجليزي المملوك ما بيأثرش على صفه الملكيه. فمثلا هديك مثال عشان تفهم، كلمه كتاب مذكر، عايز اقولها ايه؟ انه كتابي انا، كتابي حطيت ايه. طب الكتاب هخليه كراسه، حولت المملوك اهو من مذكر لمؤنث، برضه هقول كراستي حطيت ايه برضه. طب هخليها كتب، كتبي كراساتي، يبقى المملوك ما فرقش كده كده حطيت ايه المتكلم. طيب في الانجليزي ماي، ماي بوك، ماي جيرل، ماي بوكس، حولت من مذكر لمؤنث لجمع، صفة الملكية ما اتغيرتش، ولكن لا هنا الصفات الملكية بتتغير على حسب المملوك المذكر او المؤنث او الجمع. ده السبب اللي انا بقول لك عشانه ركز على الكلمة دي كويس قوي. طيب ركزت عليها، ليسي مفرد مذكر، تعمل ايه؟ تيجي على جنب كده وتقول ايوه الميسيو قال ايه؟ الميسيو قال لما يكون عندي الكلمة اللي بعد النقط مفرد مذكر يبقى اكيد مفرد مذكر بتاع العمود الاول. تروح تيجي على جنب كده اهو في الكراسة وانت بتحل، تقول يبقى اكيد الاختيارات هتبقى واحدة من دول، وتكتبهم كده مون تون سون نوتر فوتر لير، اللي هما الجدول العمود ده تكتبه، تقول لازم الاجابة واحدة من دول. خلي بالك انا بسهل لك ليه الموضوع ده، لان عشان خاطر الجمل اللي تكون صعبة لو استخدمت الطريقة دي سهلة جدا، ودي جت في امتحان الثانوية العامة السنة اللي فاتت، وبتيجي دايما في الثانوية العامة صفات الملكية. هنا مفرد مذكر يبقى لازم واحدة من دول مون تون سون نوتر فوتر لير، تكون حافظهم كويس. تبص هنا تستبعد بقى اي واحدة بره العمود ده، تا دي بتاعت المؤنث بره، سي دي بتاعت الجمع بره، يبقى دي الإجابة. يبقى انا جاوبت من غير ما اقرا الجملة، من غير ما اقرا ايه الكلمة دي تكفي. طيب اديك مثال بقى، سؤال ايه لئيم شوية. مثلا اقول لك نوزالون، نحن نذهب نقط ليسي او نقط ايكول. واديك اختيارات، اقول لك مثلا مون نوتر تا. بص لي هنا بقى، احنا قلنا الخطوه الاولانيه ايه؟ بعد ما اكون حافظ الجدول كويس اركز على الكلمه اللي بعد النقط، الكلمه اللي بعد النقط ايكول مؤنث مبدوء متحرك، واحنا قلنا المؤنث المبدوء بمتحرك يعامل كمذكر، يعامل كمذكر كمفرد مذكر، يبقى انه عمود الاول بعينه مون تون سون نوتر فوتر لير. حلو جدا. طيب مون موجوده معانا في الجدول؟ ايوه، يبقى معانا نوتر موجوده؟ ايوه، مون ونوتر موجودين، بس تا لا، يبقى نستبعد تا. دي اسمها جمله لئيمه شويه. انت في الحاله دي بقى لما يجي لك اتنين ينفعوا او ثلاثة ينفعوا تضطر تعمل ايه؟ مضطر بقى تقرا اول كلمة وتشوف الفاعل اللي موجود، الفاعل نو، ايه اللي قدام النو؟ نوتر، يبقى الاجابة هي نوتر. هقولها تاني مش هسكت غير لما اتاكد انك فهمتها كويس. ندي مثال تالت، اقول لك مثلا علي اي سامي جمع اهو فون نقط ميزون. وديك اختيارات ما بين لور، لورا فيك اس، واقول مثلا سا. بص هنا ليه انا مصمم انك تركز على الكلمه اللي بعد النقط؟ لان في عدد كبير جدا من الطلبه يقول لك ايه يا عم؟ جمع اهو، جمع علي وسامي جمع، ناخد دي. غلط، زيرو. ليه؟ لان دي تيجي لما يكون اللي بعد النقط جمع، اللي بعد النقط جمع لمفرد مفرد، يبقى ما تنفعش. يبقى نرجع للخطوات بتاعتنا، تحفظ الجدول العمودي، ارجوك احفظ الجدول العمودي. ثلاث عمدان، انت يعني مش معقوله في ثانويه عامه مش قادر تحفظ ثلاث عمدان العمود وحفظ زي حفظ صم مش حفظ زي كلام.
يعني ما تيجي تسمعهم كده مع نفسك او تسمعهم لحد عندك في البيت، ما تقولش مون تون وتفكر شويه، انت مش حافظ كويس. لازم تكون حافظ العمود الاول بتاع المذكر او المؤنث اللي قدام متحرك مون تون سون نوتر فوتر لور، العمود الثاني ما تا سا نوتر فوتر لور، العمود الثالث مي تي سي نوفو لورافيك اس. ده الحفظ الصح. المنزل ميزو مؤنث، يبقى ده العمود الايه الثاني. ايه هما؟ تيجي اول ما تجي جمله زي دي تروح تكتب على جنب، تقول ده العمود الثاني. تكتب، ما تقولش انا حافظهم بدماغي، اسمع كلامي. تكتب ما تا سا نوتر فوتر لور، واستبعد اي واحده ما تنفعش، دي مش لور، دي لورافيك اس، دي يجي بعدها جمع، يبقى دي بره. معانا دي لور ومعانا سا، لما تكون كاتب الجدول قدامك كده اهو، يبقى انت استبعدت اثنين، استبعدت واحده عفوا، باقي لك اثنين. تفكر تعمل ايه زي ما اتفقنا؟ ها؟ عايز اسمع. تبص للكلمه اللي هنا، علي وسامي يعني ايه لافيك اس؟ ايه لافيك اس اللي قدامها ايه؟ لور، يبقى الاجابه لور. طيب انما افرض انا كنت جبت دي مثلا سون، نرجع لايه التاني اهو، المنزل مؤنث، يبقى ايه العمود التاني اللي هناخده؟ ما تا سا نوتر فوتر لور، يبقى دي بره ودي بره، ما يبقاش عندي غير دي. خلاصه الكلام، انت لما تمشي بالطريقه دي وتبص على الكلمه اللي بعد النقط وتقعد تستبعد 75% من الجمل بما فيهم اخر بما فيهم السنه اللي فاتت دي اخر سنه، هتلاقي نفسك بتستبعد الاختيارات، الاختيارات مثلا ثلاث اختيارات ويبقى جالك اختيار واحد من غير ما تقرا الجمله، بدل ما تقرا الجمله وتتلخبط. طيب اذا كان اكثر من اختيار ينفع، يبقى في الحاله دي ترجع تبص على الفاعل اللي هنا وتشوف هتختار ايه. كده يا جماعه المحددات انتهت. النهارده حصتنا حصه خفيفه وجميله، فيها حاجات تاسيس كويسه جدا. اي حاجه مش فاهمها انا تحت امرك، ده شغل، انا احب كده، اي حاجه تحتاجها معاك. ما تقولش مثلا مكسوف محرج مش عارف ايه، انا نظامي كده، نظامي كده، اللي بياخد عندي درس لازم اكون معاه دايما في اي حاجه عشان يكون فاهم كويس. دلوقتي المحددات، ان شاء الله الحصه الجايه باذن الله هناخد تكوين الجمله الفرنسيه، بس هنحفظ شويه كلمات، تعالوا نقرا وهقراهم لكم كمان يا جماعه، هقرا لكم الكلمات دلوقتي حالا اللي احنا هنحفظها المره الجايه من الكتاب اللي احنا اتفقنا عليه. هنحفظ اول صفحه واول جزء، يعني الصفحه الاولانيه واول جزء من الصفحه الثانيه، هتعرفهم دلوقتي لما اصورهم لك واوريهم لك. وربنا يوفقكم ان شاء الله جميعا، ونتقابل ان شاء الله في الحصه الثانيه الخاصه بتكوين الجمله الفرنسيه. يلا نروح على الكلمات بقى. هنبدا في الكلمات صفحه 4 من كتاب برافو. ان كوبان، ان سيبر كوبان، ان فوازان، ان امي، ان بروفيسور، ان ليسيان، ان نوم، ان برينوم، ان كارتيي، ان سيبر كافي، ديجيمو، ان إليف، ان كاركتير، ان ليسي. الكلمات المؤنثة ان فوازين، ان امي، ان كوبين، ان سيبر كوبين، ان إليف، ان بروفيسور، ان ادريس، ان افير، دي جومل، دي نوفيل، ان فوتو، ان كولور. الافعال بريزونتي، سو بريزونتي، ساليي، بارلي، رانجي، ايدي، ايدنتيفي، دوماندي، ديكرير، سانفورمي، سور. الصفات الجزء اللي على الشمال بس في الصفات. بافار، باسيون، امباسيون، انتليجون، سوريان، غورمان، جينيال، اوردوني، ديزوردوني، تيميد، سوسيابل، سينسير، رومانتيك، سمباتيك. دول بس كلمات طبعا مراجعة، فان شاء الله يكونوا سهلين عليكم بإذن الله.